والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مما بعد هذا اتصال مع شيخنا الشيخ سعيد بن هليل حفظ الله تعالى يتعلق بتوبة وانشغال الشباب في تكفير وتبديع وكذلك مسألة هجرة واختلاف الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم. لا تكون مشغول شيخ. لا أبدا إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. طيب السائل يقول الرجل يرتكب زنا عدة مرات في أيام رمضان ولم يصوم، فكيف يتوب من هذه الأفعال؟ عليه التوبة إلى الله واستغفار إلى الله وعليه قضاء الأيام التي أفطرها وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا. ما عليه إلا ذلك التوبة والقضاء والكفارة. طيب وهذا إن كان هو لم يصوم رمضان كامل نفس الحكم يعني يصوم هل كان يصلي؟ والله أنا لا أدري. السؤال يأتي هكذا قال إذا كان يصلي لا يرفع الصيام، إذا كان يصلي لا يرفع الصيام. نعم 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 جزاك الله خير يا شيخ.